القرآن الكريم القارئ الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحييكم جميعاً بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته. ونتابع اليوم لقاءات مجالس الحديث النبوي في هذا المجلس، وهو مجلس الحديث السابع، ونبدأه على بركة الله
بالقراءة التي ابتدأنا بها في كتاب موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة، والكتاب الذي نلتقي معه اليوم هو كتاب الصلاة في رمضان. هذا عنوان الأحاديث التي يوردها تحت هذا العنوان، كتاب الصلاة في رمضان، ونحن نستشرف الشهر المبارك العظيم، نستشرف شهر الغفران والقرآن، داعين الله تعالى أن يبلغنا رمضان. كتاب الصلاة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة أي التي بعدها، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، أي الحرص الذي كان منهم على الاجتماع بكثرة، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، رفقا بأمته وشفقة ورحمة حتى لا تفرض عليهم، فهي مندوبة ومستحبة. وقال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، ومعنى كلمة بعزيمة أي لم يأمرهم أمر إيجاب وحتم، بل أمر على سبيل الند والاستحباب والترغيب وليس على سبيل الفرض، من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى من قام رمضان إيمانا يعني تصديقا بما أمر الله ورسوله به وما وعد الله ورسوله به من الثواب والأجر، واحتسابا خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون. كلمة أوزاع معناها جماعات،
فإذا الناس أوزاع يعني جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وكلمة أوزاع معناها جماعات، ومعنى بصلاة قارئهم أي بصلاة إمامهم. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ومعنى في فروع الفجر يعني في أوائله وأول ما يبدو ويرتفع من الفجر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. ولا تعارض بين صلاته صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وبين ما جمع سيدنا عمر الناس على 20 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم نوه بهذا في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وسيدنا عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أشار إليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. وبالله التوفيق. ويأتي الدور الآن على الزميل الفاضل والمحدث الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه، فليتفضل سيادته مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبعد. ونحن في الأسبوع الأول من شهر شعبان المبارك، والذي كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم وديدنه
أنه كان يكثر الصيام فيه، وأؤكد على دعاء شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على أحسن حال وأقوم مآل. بعد أن استمعنا من فضيلته إلى أحاديث تتعلق بالقيام أو التراويح في شهر رمضان، سنقرأ عليكم أيضاً أحاديث تتعلق بصلاة الليل. ومعروف أن قيام الليل هو مدارج السالكين والمعراج إلى رب العالمين، صفوة الخلق يصفون أقدامهم ليلاً بين يدي خالقهم، وقد نام الناس وهدأت الأرجل، يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، وأسوتهم في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمره ربه بقيام الليل كما في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا. وربنا تبارك وتعالى في آخر سورة المزمل أشار إلى أن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون الليل معه، وبين ربنا تبارك وتعالى أن هناك شريحة من الناس معفوة من قيام الليل أو من بعض قيام الليل، كما في إن ربك في آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إلى آخر الآية. يقول ربنا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، أي صلوا ما تيسر من قيام الليل. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل. وتحكي السيدة عائشة في الأحاديث التي سنستمع إليها أن سيدنا محمدًا كان يصلي الليل في بيتها، وأن أصحاب رسول الله كانوا يرقبون صلاة رسول الله بالليل، وما هي عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث أيضًا أن سيدنا محمدًا علم سيدنا عبد الله بن العباس صلاة الليل كما سنستمع. وماذا لو أن النوم غلبك وسيطر عليك، كما نقول النوم سلطان، ماذا تفعل في صلاة الليل؟ هذا ما سنستمع إليه في الأحاديث التي تتلى على مسامعكم إن شاء الله. قال مالك رحمه الله: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أو رضي أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا فضل من الله ونعمة، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لو أننا أمعنا النظر في هذا الحديث لوجدنا أن حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها صغيرة ضيقة، بالكاد تسع نوم السيدة عائشة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد، والبيوت اليومئذ ليس فيها مصابيح، كان إذا أراد أن يسجد غمزها لكي تقبض رجليها فيتمكن من السجود صلى الله عليه وسلم. فهي بقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كأنها اعتذرت وقالت: لو كان عندنا مصباح لرأيته وهو يريد السجود فقبضت رجلي بدون أن يغمزني صلى الله عليه وسلم. وقد استدل العلماء بهذا أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، وقد قال جمهور العلماء كما قال ابن عبد البر وغيره: لا يقطع الصلاة شيء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد. هذا احنا بنتكلم على صلاة الليل. إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، أي صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة ليلا أو نهارا، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، والنعاس أخف من النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يستغفر يعني يدعو، لأنه خلاص النوم سلطان. ولذلك في حديث آخر في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد حبلا ممدودا بين الساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب. قال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني لا تصلي إلا وأنت نشيط، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. ليس معنى هذا أن الرسول وضع أذنه على الحائط لكي يستمع إلى صوت المرأة، لا، إنما المراد كما في الروايات الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عن امرأة من الليل تصلي، لأن المرأة التي سنتكلم عنها الآن كانت في بيت عائشة، تسمى الحولاء بنت تويد. فبيقول لها: من هذه يا عائشة؟ قال: هذه الحولاء بنت تويت يزعم الناس أنها تكثر من صلاتها وصيامها. إذن سمع امرأة من الليل، أي سمع عن امرأة تصلي من الليل، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه. هل هو يغضب أو يكره أن أحداً يصلي بليل؟ لا، لكن هذه السيدة كانت متشددة وشددت على نفسها حتى رؤي أثر الصفرة في وجهها بسبب شدة قيام الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، يعني ربنا تبارك وتعالى لا يقطع فضله وإحسانه وكرمه عليكم
إلا إذا أنتم قطعتم العمل له، إلا إذا أنتم تركتم دعاءه. أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، يعني افعلوا ما تستطيعون فعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله. هذا تطبيق عملي، صحابي يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. يعني أي لأي صلاة؟ هل هي أيقظ أهله لصلاة الفجر لأن الآخر الليل، أو أيقظ أهله لكي يدركوا شيئاً من قيام الليل في السحر؟ ثم يقول لهم: الصلاة الصلاة. ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقاً نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. تصوروا أن هذا أمير المؤمنين الذي كان خليفة للمسلمين ويرعى شؤون المسلمين ليل نهار، لم يصرفه ذلك عن قيام الليل، لأن فيه مناجاة للخالق جل جلاله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. هذا توصيف لصلاة الليل، فهما ركعتان تسلم بعد كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. وهذا يريكم كيف كان أصحاب رسول الله يرقبون حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من الوتر ويصلي ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي أكثر الروايات. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة، وانظروا إلى الحرص على تتبع ومعرفة كيفية صلاة رسول الله، سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهي أم المؤمنين وهي زوجه وهي تعلم حاله أكثر من غيرها. فقالت، واستمعوا إلى هذا الكلام الدقيق، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وانظروا الآتي بقى: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني 4 ركعات متقنات قراءة وركوعا وسجودا وتدبرا وخشوعا. تقول رضي الله تعالى عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا 4، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فوصفت ركعات رسول الله بأمرين: بالحسن والطول، الحسن الخشوع والطول ما نراه. ثم يصلي 3، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص الأنبياء. قال: وحدثني
عن مالك. وبالمناسبة إبراء للذمة، ما ورد من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، فقال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف جدا. يبقى الثابت عندنا كم ركعة؟ 11 ركعة. وما ورد عن غير، هيجي لنا 13 ركعة بعد ذلك. هذه رواية السيدة عائشة تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة، لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. الأولاني كام؟ 11، والرواية دي 13. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. قال العلماء، قال شراح الحديث: لا تعارض، فإن هناك 2 ركعتين قبل قيام الليل خفيفتين، فضمتهما عائشة إلى 11، فأصبحوا كم ركعة؟ 13. أو أن الرسول أحياناً كان يفعل 11 ركعة وهو الأغلب الأعم، وأحياناً يفعل 13 ركعة وهذا أحياناً. قالت أو قال: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره. وانظروا كيف كان الرسول يعلم هذا الغلام صلاة الليل. أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال أي ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، نام في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلوه في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. بعض الذين في قلوبهم مرض يرون أن هذا شك. لا، لماذا تنظرون إليها بنظارة سوداء؟ انظروا إليها بعين صافية. هذا دليل على أن رواة الحديث يتحرون في الألفاظ والمعاني، وأنهم هذا أفضل من أن يقعوا في الكذب. حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، واحنا نعرفها كلها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق، والشن المعلق هي القربة، القربة القديمة الخلقة، إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني هو مسح النوم عن وجهه كما مسح رسول الله، وتوضأ فأحسن الوضوء كما صنع رسول الله، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، تأنيسا له أو تنبيها له على عدم النعاس، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها كما نفعل نحن مع صبياننا، فصلى 2 ركعتين ثم 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 أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال، وانظروا إلى تحري الصحابة، يقول زيد بن خالد الجهني: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله، لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، يعني أنا مكثت عند عتبة باب رسول الله أو الخيمة التي يتهجد فيها، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والكلمة الآن لأخينا الدكتور أحمد رزق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد هذا اللقاء الإيماني المبارك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات القارئين والمستمعين، اللهم آمين. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب الأمر بالوتر. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال: وحدثني عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، والمخدجي هذه نسبة إلى أحد أجداده مخدش بن الحارث، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال: عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ألخص كلامه أن صلاة الوتر ليست واجبة. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وهذا ما يفيد جواز التنفل على البعير. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب:
فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة، بعد العتمة يعني بعد صلاة العشاء. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه. باب الوتر بعد الفجر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة رضي الله عنه حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أبا القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر
حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر رضي الله عنهما. وأترك المجال لأخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أي المنفرد. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. باب ما جاء في العتمة والصبح. قال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناء. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان رضي الله عنه: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تعالى، يجعل أيتهما شاء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: نعم. فصل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك رحمه الله: ولا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعاً. باب العمل في صلاة الجماعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير
وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فنهاه. قال مالك رحمه الله: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. باب صلاة الإمام وهو جالس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، يعني سقط من فوق الفرس، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فجحش يعني جرح، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك من أثر السقوط من فوق الفرس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، فأتى فوجد أبا بكر رضي الله عنه وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونختم المجلس المبارك بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يحفظنا من كل سوء، وأن يسترنا وإياكم دنيا وأخرى. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.